مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابع مباشر من مصر معاكم النهارده وجريمه قتل جديده من داخل محافظه الدقهليه. مقتل مسنه على يد جيرانها بسبب خلافات الجيره. شويه مخلفات مباني في اول الشارع بجوار عمود عاملين اعاقه للطريق داخل اعتى شوارع قريه ميت فارس التابعه لمركز بني عبيد بمحافظه الدقهليه. ابن المجني عليها الحاج حرز راح لمجلس المدينة علشان يعمل شكوى ودية لإزالة المخلفات من الطريق. ما كان منهم إلا أنهم افتعلوا معاه مشاجرة وتعدوا عليه بالعصاية اللي في إيد الحاج اللي قدامنا دي. حرز قدر أن هو يتحصل على العصا الخرزان منهم، أخدها وحطها في البيت والجيران فضوهم عن بعض وانتهت المشكلة. قاموا بالاتصال بشقيقه أثناء تواجده في منزله بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بسرعة النزول للقرية لعمل جلسة ودية بينهم وبين بعض عند العمدة عشان يحلوا الخلافات اللي بينهم. أخوهم جيب الفعل لقرية ميت فارس، ولكن وهو ماشي في الطريق في البيت اللي قدامنا ده، وده شوية المخلفات اللي بجوار العمود اللي هم السبب في المشكلة الرئيسية. طبعا أخوهم راح لهم البيت اتكلموا معاه، ولكن احتد الخلاف بينهم. قام ابن المجنى عليه بضرب شقيقهم في وجههم. الأخ أحمد حصل عنده دوخة وأغمى عليه، ولكن كان معاهم عم الجناه فاحتد بينهم الخلاف، فقام ابن المجنى عليه بضرب احمد في دماغه بالشومه اللي ادى الى نزيف الدم من راسه. في الوقت ده خرج احمد من البيت، الجيران شافت احمد بالشكل ده، كل الجيران صوتت، كل السيدات في الشارع خرجت بالكامل عشان يشوفوا فيه ايه وايه الصويت اللي عند الجيران ده، عما اذا ان كان هناك مشكله يتم حلها بمعرفه الجيران. وحين وصول السيده المسنه الحاجه بدريه للمنزل ما كان منها الا انهم ان المجنى عليه ضربها بالكوريك في وشها، وحين سقوطها على الارض قام بضربها ارض ايضا خبطه في الخلف من الرأس. معانا ومعاكم أسرة المجني عليها، هنعرف منهم تفاصيل أكتر عن الواقع وأسباب الواقع. البقاء لله يا حاج حرز. البقاء لله. قول لنا بقى بداية الخلاف كانت إيه وإيه سبب المشكلة اللي حصلت دي، وهل في مشكلة جيران توصل لإنهاء حياة سيدة مسنة عمرها 73 سنة؟ الواقع من بدايتها كان شوية الشرب اللي موجودين في الشارع وشوية الهدد اللي في الشارع. فانا رحت المجلس عشان يشيلوا شويه الشرب دولت، يضغطوا عليهم يشيلوا شويه الشرب في مكان اللي الموظف اللي هناك قال لي انا هبعت لهم حد بطريقه وديه، وانا قلت له انا مش عاوز شكوى رسميه، انا عاوز طريقه وديه، يعني احنا في ايام مفترجه وايام عيد بشكل ودي. لان انتوا جيران وفي الاخر وشكوا في وش بعض. فبعت لهم قال لك ان احنا هنحط ده، احنا متفقين مع الجار اللي قبلنا هنحط اربع مقاطير شرب في الشارع، يعني هيقفلوا الشارع. تمام. فالمهم اتصلت على الجار اللي قبلهم قال لك لا ما حصلش الكلام ده، ولا اتفقت معاهم ولا هيحطوا شرب جنبنا، او بعدين الشرب هيبقى الشارع هيبقى مقسوم نصين، يعني هيبقى في عالي وواطي، يبقى في اعاقه جامده في الشارع. فرجعت تاني يوم لهم قال لك احنا هنروح لهم تاني النهارده، بعتوا لهم موظف تاني من العزبه اسمها اسبيت ابو المعاطي الباز، فراح لهم الموظف قال لك يا عم احنا هنشيله النهارده. في نفس اليوم كنا يوم خميس اللي هو قبل العيد، ففي نفس اليوم انا ماشي لقيتهم ايه سبوني والفاظ مش حلوه وطلعوا عليا بالخرزانه ديت على اساس ان هم ايه تهجموا عليا بيها، فانا مايلت من الخرزانه واخدتها منهم. الخلاف كله بسبب الخرزانه دي، يعني والدتي تعتبر دي السبب الرئيسي. يعني لما جم يضربوك بالخرزانه دي انت اخدت منهم؟ انا اخدتها منهم، اخدتها منهم. فالجيران والناس اللي كانت واقفه ففكوا المشكله وخلاص المشكله اتحلت. فاتصلوا على احمد اخويا وهو في العاشر، احمد ما تيجي عشان نقعد مع بعض ونحل المشكله اللي بيننا وبين بعض، بين اخونا وبين اخوك. قال لهم خلاص ماشي. فالمهم جه يوم السبت اللي هو يوم الوقف العصر، فندوا عليه قال لهم طيب انا هفطر واجي لكم. فخالي قاعد قال له يا احمد روح خد عمك اللي هو عمي اللي قاعد قدام حضرتك،
قال له خد عمك وروح للعمده وهم يجوا عند العمده هناك. فهو طالع رايح لعمي على اساس ان هو يروح للعمده ياخده ويروح للعمده. فندعوا عليه وهو ماشي هو وابن عمهم، فدخل قعد معاهم. وقعد معاهم ابنهم طلع اللي هو ابن المجنع ابن الجاني اللي هو ابن السعيد، قام ضربه بالبوكس بالبنيه في مناخيره. فاخويا داخل، فلما بعد ما فاق بشويه كده اجى يقف قام التقى الشومه نازله في وسط دماغه. فالمهم ابن عمهم ده شد اخويا طلعه بره، فالجيران شافوه فصوتهم، فالناس اتلمت امي بتجري مع الناس. هم توقعوا ان احنا رايحين هنروح نمسك فيهم. هي الاول والدتك خرجت زيها زي اي ست من الشارع مع سمعت صوت من الجيران او صريخ او عويل من الجيران، جرت لنجدة الجار. تمام، ده في البداية دي اللي حصل زي ما حضرتك بتبدي. تمام، فجه السعيد اللي هو اللي ضرب والدتي ده ومسك الكريك واقف في مدخل البيت. لما شاف والدتي راح قام ضربها بالكريك خبطه في قرتها من هنا وخبطه الثانيه ايه لما اجت تقع خبطها الخبطه الثانيه على دماغها من ورا. ما عرفناش بقى انا اللي عمي لقيته بيقول لي امك ماتت. خدناه وجرينا بقى على المستشفى. ده فضلت في المستشفى لما من يوم الوقفه العصر المغرب لما قال تاني يوم لما ليوم ايه؟ يوم ايه؟ يوم 15 يوم الخميس اللي فات. قعدت 15 يوم في العنايه المركزه ولا حركه ولا نفس. كان ايه اصابتها بالظبط يا حاج حارس؟ كسر في الجمجمه ونزيف في المخ على الجنبين. كسر في الجمجمه ونزيف في المخ على الجنبين. طبعا كانت متواجده على اجهزه طول فتره ال 15 يوم داخل المستشفى. تنفس صناعي. على التنفس الصناعي من ساعه ما لحظه ما دخلت من المستشفى. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا حضرتك بنتها اللي كنت متواجده معاها كانت هي ديت شو حلمة. بدايه الخبر كان وصل لك ازاي وايه اللي حصل بالظبط من بدايه الواقعه حتى وفاه الحاجه بدريه؟ ان احنا قاعدين نفطر انا وجوزي، لقيت مرات اخويا بتردنا عليا بتقول لي تعالي امك واخواتك تعوروا في الشكله وفي المستشفى. طلعنا نجري على المستشفى لقيت امي نايمه ما اعتبر ميته. الكلام ده هنا في مستشفى تكرنس في البدايه. ايوه تمام. وشها ازرق خالص وارم وبترجع دم من بقها ومن مناخيرها وفي حاله يعتبر ميته، يعتبر واخدينها من هنا ميته. ولكن المستشفى امرت بتحويلها لجامعه المنصوره. لا ما حولوهاش، ما كانش ينفع انها تتحول. امال هي كانت هنا في مستشفى تكرنس فضلت في تكرنس. جميع الدكاتره اجمعوا ان ما تنفعش انها تتنقل من مكانها، لو اتنقلت من على التنفس الصناعي في لحظه هتكون ميته. احنا ما كناش بنعرف ننزلها اشعه. انتوا بقى قعدتوا معاها طول فتره، انت اللي قعدت معاها طول فتره المستشفى. كل اللي واقف وقعد قدام حضرتك ايه كان حالتها او ايه كان وضعها بالظبط؟ كانت صعبه، كانت صعبه صعبه صعبه. قالت صعبه دي قليله عليها، قالت حاله امي دي كانت صعبه قليله عليها. ما كناش عارفين نحركها، مش عارفين نعمل بيها حاجه. ايه مش بتعرف تنزل تعمل اشعه؟ فيش، كانوا يجي ينزلوها تعمل اشعه مش عارفين ينزلوها. كانت منظرها صعب ووحش خالص. انت بتقولي ان انت حتى الان ما انتش قادره تبكي على وفاه والدتك ولا مخنوقه؟ ما حدش فينا عيط. انت ما انتش مصدقه الموقف؟ ما حدش فينا عيط على امي. انا نفسي دمع دمعه. امي كانت صايمه 9 ايام، امي كانت صايمه، امي بتصوم واثنين وخميس صايمه يعني بتصوم على طول مش قادره اوصف لك امي دي كانت ايه. امي دي يعتبر كانت ملاك قاعد على الارض والدنيا كلها عارفه بكده. الدنيا كلها كانت عارفه امي دي ايه. ست من ايام الزمن الجميل لا لها في مشاكل ولا لها في حاجه وست بركه. الست الناس اللي كانوا بيغسلوا امي دخلوا عليها قعدوا يقولوا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اكتر من 3-4 مرات يقولوا احنا في حياتنا ما شفنا ست بهذا الوضع. الناس اللي بتغسلها والله 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 ده حصل. الناس اللي كانت بتغسل امي قالوا احنا في حياتنا ما شفنا ست بمنظر دي، بمنظر الست دي. كانت ما شاء الله ما شاء الله عليها ونايمه مش شاهده. يعني نايمه عامله ايدها دي كده ايدها اليمين بقت مش شاهده. الناس يقولوا لي امك امك مش شاهده على نفسها هي. ما كانش الناس يقولوا لي. هل الخلافات بين الجيران هنا ممكن توصل لجريمه قتل بشعه بالشكل ده؟ عشان اجرام، عشان هما ما فيش في قلبهم رحمه. الرحمه اتمزعت من قلبهم. ما عندهمش رحمه. دي بني ادم ما فيش في قلبه رحمه. اما يخبط ست زي دي خبطتين في دماغها ما فيش في قلبه رحمه. دي اولاد انا مش عايزه اشوفهم في البلد. ان انا اشوفهم بس كده اشوف خيالهم لا. ما يقعدوش في البلد وعايزين له اعدام. دي اتعدم زي ما امي ماتت هو يموت.
ما يقعدش في البلد. انتوا زي ما قلتوا لي ان انتوا دلوقتي كلكم ثقه في القضاء المصري وان انتوا مفوضين الامر بالكامل للقانون وعايزين حقوقكم. أيوة. بالقانون. ايوه حضرتك بنتها برضو، انت كان وصلك الخبر وفاه والدتك ازاي يعني؟ ازاي وامتى؟ وهل حضرتك ساكنه في البلد هنا ولا بعيد؟ لا انا اصلا قاعده في العاشر. في العاشر من رمضان. كنا جايين زياره عشان نحضر العيد. تحضروا العيد هنا مع والدتك؟ فانا يعني انت كنت موجوده يوم وفاه والدتك؟ انا بيت جوزي في ميت محمود. بيت جوزك ميت محمود؟ فانا كنت في ميت محمود، لقيت الخبر جايلي بعد المغرب ان امك واخواتك اتضربوا وراحوا المستشفى. فلما رحت المستشفى لقيتهم مطلعينها من السياره وهي اصلا ميته في ايديهم. قعدت اصوت واقول لهم ام ميته، ام ميته، يعني هي اصلا راحت المستشفى ميته اصلا، اعتبروا اصلا المستشفى ميته اصلا، لان ده واحد اصلا جبان. عمك بقى ده اللي كان موجود، عمي دي اللي كان موجود وشافه وبيضربه بالكوريا. طبعا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان مستمرين مع حضراتكم من داخل قريه ميت فارس التابعه لمركز بني عبيد بمحافظه دقهليه. طبعا ده عم ابناء المجني عليها، طبعا ده اللي حضر الواقعه من اولها لاخرها، نعرف منه تفاصيل اكتر عن الواقعه. عرفنا الاول بحضرتك يا حمد. حبيبي حمدين ابو امين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا واقف هنا اهوت، قرب بس المايك منك، وشايف السعيد وهو بخبطها بكوريك في دماغه. ضربها ليه بقى؟ ساعة ما صوته طبعا طلعوا الكل يجري، هي بتجري عشان ابنها، ضربها خبطين بكوريك في دماغها قدامي. قدام عينك؟ قدامي. انا واقف شفت البيت ده اهو اللي قريب من الشرب دي؟ ايوه. انا واقف مكانه وشايفه وهو بخبطها بكوريك على دماغه. هو ضربها الاول في وشها وبعد كده جت تقع ضربها في ظهرها ولا كان ازاي؟ لا خبطها بالكوريك كده اهو وكده اهو. طب سؤال للامانه للامانه، شهاده هي لله، هي كانت راحه يعني مثلا بتزعق لهم؟ هي بتجري عشان ابنها معنا. ساعه الصوت ما يجي والدنيا صوتت بتجري عشان ابنها، تجيب بتجري ابنها. عشان ابنها ولا عشان بتجري ابنها. عشان صوت الجيران؟ لا عشان الجيران بالصوت، وعشان ابنها هناك اتضرب، احمد اتضرب، ولما احمد اتضرب الدنيا صوتت، هي طلعت تجري عشان ايه؟ تشوف ابنها وتجيبه. تمام ماشي، والحمد لله اللي عدت على كده. حضراتكم النهارده من خلال موقع مباشر من مصر بتطلبوا ايه؟ احنا نطلب القانون يجيب حقنا، مش عايزين حاجه. والناس دي ما نشوفهاش هنا، لحسن هم في الناصيه بتاع الشارع واحنا رايحين جايين عليهم، الشر هيبدا ريح جاي. المطلوب انه الناس ديت هي سبب شكل البلد من ايام زكي بدر، سبب 70 هم سبب الشكل، الناس دي سبب الشكل. خلافات قديم برضه كان شكله في البلد، وكانت بسبب سيدهم بسببهم. الكلام ده في سنه 77. كانت بسببه. ميت فارس على ما اعتقد ان ميت فارس على بعضها كلها وقعت في بعضها، يعني وقعت في بعضها، وهم السبب اللي ولعوا في البلد. دي حكايات متداوله هم واخدين على كده. قريه ميت فارس طبعا، وطبعا هم كل الناس بتحكي فيها وخايفه من ان الوضع ده، وخايفين منها، ولكن انتوا ناس الحمد يعني لله. انا شايف منكم ان انتوا بتطلبوا حقكم بالقانون، بنطلب حقنا بالقانون جدا، وعندكم ثقه في القضاء، ثقه في القضاء، وباذن الله الناس دي ما يقعدوش هنا، عشان هم يعتبر هم على دماغ الشارع في المدخل بتاعنا رايحين جايين. تمام ومش هينفع. تمام. في نهاية لقائنا بقى حضرتك بتطلبي ايه؟ بطلب الإعدام. بطلب القصاص العادل لوالدتك. بطلب القصاص العادل والإعدام، والناس دي ما تقعدش في البلد هنا. الناس دي ما تقعدش هنا. الناس دي ما تقعدش في البلد. وبطلب بالإعدام. إذا ماما ماتت هو يموت وما يقعدش هنا. ما أشوفهمش. أنا ساعة ما بشوف المنظر البيت بس، البيت بموت. بموت اما بشوف بس البيت. اما اشوفهم هم بقى قدام هعمل ايه؟ ما اشوفهم هم قدام هعمل فيهم ايه؟ ما اشوفهمش. ما يبقوش في البلد. امي متبهدله جامد جامد جامد. قالت متبهدله دي صعبه عليها وقليله قوي عليها. انا اللي كنت قاعده بامي وشايفه منظر امي وشايفه حاله امي.
انا عندي ذهول من ساعه ما شفت منظر امي، ومش قادره اتكلم ومش قادره افيص ومش قادره اعمل اي حاجه قدام اخواتي عشان خاطر اخويا وعشان خاطر اخواتي، مش قادره اتكلم. لكن منظر امي صعب صعب. انت الوقت قدام الراي العام، قولي اللي نفسك فيه. ماني اللي نفسي فيه الناس دي ما تقعدش في البلد هنا، الناس دي ما اشوفهاش في البلد خالص، ولا ما يقعدوش في البلد خالص هنا، يمشوا من البلد. وعايزه الاعدام. ما انتش قادره تشوفيهم قدامك؟ مش قادره. انا بقول لك مش قادره اشوف البيت، البيت نفسه كده مش متخيله ان انا اشوفه، مش قادره اشوفه. انا ما اكون طالعه على تراب لامي بلف من ورا عشان ما اجيش من قدام البيت وما اشوفش البيت، بلف من ورا باجي من الشارع من ورا عشان ما اشوفش البيت. مش حال بقى ما اشوفهم هم قدامي، مش عايزه اشوفهم. طلباتك ايه يا حاج حارس؟ طلب بالاعدام ومشوم البلد، بالاعدام ومشوم البلد نهائي. يعني انا سبحان الله مصبرني بجد، انا جوانا نار مش عارفين نطفيها. انا نفسي دمع دمع على امي من ساعه ما شفتها في اول، من اول يوم دخلت في المستشفى مش عارف اعيط، وما بكيتش على امي لسه لحد دلوقتي. فقعد احنا ماشيين في القانون، القانون جاب لنا حقنا، اهلا وسهلا تمام كده، ويسيبوا البلد خالص. ولكن زي ما قلت لي ان انت كلك ثقه في القضاء تمام المصري ان هو هيجيب حقك، لان كان في قضايا كتير وتم القصاص العادل فيها، وخاصه في دايرتكم واخرها كانت احدى القضايا برضو بنفس الوضع في قريه كفر الصلاحات اللي تم القصاص فيها والاعدام على المتهم الجاني اللي كان ضرب جاره بشوم على دماغه برضه وانا حياته داخل قريه كفر الصلاحات تمام اللي قريبه منكم. فانت بناء على هذه القضيه انت بتطالب بالقصاص العادل العاجل. تمام تمام. طبعا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي مباشر من مصر، زي ما حضراتكم سمعتم قصه وقعت مقتل سيدة مسنة على يد جيرانها بسبب بعض المخلفات اللي كانت عاملة إعاقة للشارع وكانت عاملة إعاقة لبعض الجيران، وأيضا عاملة إعاقة لسير ابنها داخل القرية أو داخل الشارع. خلافات دبت بينهم كتير، كانت آخرها يوم الوقفة استدعم ابنها اللي في العاشر من رمضان اللي جه بسرعة عشان يعمل قعدة وينهي الخلاف بين شقيقه وبين جيرانه. ما كان منهم إلا أنهم استفردوا بشقيقه داخل منزلهم واعتدوا عليه ضربا بالأيدي وأيضا بالعصا داخل المنزل. خرج الابن في الشارع طبعا نزيف من رأسه أمام الجيران، الجيران كلها صوتت، سيدات الشارع خرجت مسرعة حتى ترى ماذا حدث، ولا الجيران بتستغيث من إيه. الأم خرجت مع الجيران، ما كان من المجني عليه لأنه قابلها ضربها في وشها بقريك كان في إيده، لما بدأت تسقط خبطها خبطة أخرى على الرأس من الخلف أدت الى تهشم الجمجمة ونزيف بالرأس. الام فضلت في العناية المركزة على الاجهزة لمدة 15 يوم الى ان توفاها الله يوم الخميس الماضي. الاسرة هنا بتطالب بالقصاص العادل العاجل السريع حتى تبرد نارهم ويختصوا ممن انهى حياة والدتهم المسنة. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.